السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة المغربية الرباط، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. ردود فعل واسعة النطاق أثارتها شهادة السيد أحمد المرزوقي على العصر طوال الأسابيع التسعة الماضية، فقد وصلني ما يزيد على 1500 صفحة من التعليقات والآراء والانتقادات والتساؤلات حول ما ورد في شهادته على العصر حول محاولة انقلاب الصخيرات التي وقعت في العام 1971 ضد ملك المغرب الراحل الحسن الثاني، وأحداث سجن تازمامارت التي استمرت 18 عاما. وفي حلقة اليوم نحاول أن نرصد ردود الفعل ونطرح بعض التساؤلات والآراء التي وردت حول شهادته على العصر. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة. أستاذ أحمد، مرحبا بك. أود في البداية قبل أن أبدأ في طرح بعض الأسئلة من هذا الكم الهائل الذي عكفت عليه طوال الأيام الماضية من الآراء والتعليقات، بخلاف الأشياء التي جاءت ونشرت أيضا على موقع الجزيرة على الإنترنت من خلال الذين تابعوا الحلقات، أن أترك لك المجال لبضع دقائق لتتدارك على شيء أو تتحدث عما أثارته شهادتك على العصر سواء في المغرب أو في خارج المغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لم أكن أتوقع أن تكون كل هذه الضجة، نظرا لأن كل ما قلته كان قد كتب، وسبقني إليه الأخ محمد الرئيس في مذكراته التي نشرت في جريدة الاتحاد الاشتراكي، ثم جئت أنا بعده وجاء آخرون وكتبوا عن تجربة تازمامارت. في اعتقادي أن الكل كان يعلم الأحداث أولا بأول، ولكن أدركت أن الأمية التي تضرب أطنابها في المغرب والتي تقدر ب60%، وهذه شريحة كلها مغيبة. طبعا لما أدليت بشهادتي في التلفزة فكان الانتشار واسعا جدا، بحيث أن جميع الشرائح استطاعت أن تأخذ نظرة ولو موجزة على كل ما وقع في تازمامارت. وقلت لم أكن مستعدا نفسانيا لتقبل كل هذا الكم الهائل من الاتصالات سواء الهاتفية أو المباشرة، فحقيقة اندهشت كثيرا، وأدركت أن المغاربة متعطشون جدا لمعرفة تاريخ بلادهم. من المؤسف أننا أقول كلمة، وهي أننا لا ننبغي أن نخجل من ماضينا، فجميع الدول العريقة في الديمقراطية لها نقط ظل ولها طبعا أحداث كانت فيها كثير من التجاوزات في حقوق الإنسان. نأخذ مثلا فرنسا، ماذا فعلت فرنسا في الجزائر وفي المغرب في المستعمرات؟ أمريكا ماذا فعلت في هيروشيما في اليابان وناغازاكي؟ وماذا فعلت بالزنوج؟ ألمانيا النازية، روسيا في عهد ستالين، إلى غير ذلك. هذه الدول رغم عراقتها في الديمقراطية إلى غير ذلك فإنها لا تخجل من ماضيها، بالعكس فإنها تقدمه كما هو لكي نجني العبر ولكي لا تتكرر نفس الأحداث. ما هي أهم العبر التي يجب أن يجنيها المغرب من وراء هذا؟ المغرب ينبغي أن لا تتكرر تازمامارت مرة أخرى. ينبغي أن نخضع جميعا للقانون، كل من أذنب أو أجرم هنالك قانون في البلاد، طبعا ينبغي أن يحاكم محاكمة عادلة انطلاقا من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا المتهم مدان حتى تثبت
براءته. ينبغي أن نكون سواسية أمام القانون. للأسف كثير من الرسائل التي جاءتني من مغاربة، ومعظم ما جاءني من تعليقات جاءني من أهل المغرب رغم وجود رسائل من العالم كله، ولكن كثير من هذه الرسائل تقول أن تزمة مارت لم ينتهي من المغرب، وإنما هناك سجون شبيهة. كمال بكيلي أرسل رسالة يقول: أحيطك علما وبصفتي ضابط سابق في الهندسة العسكرية بالمملكة المغربية، من المعروف أن الملك الحسن الثاني كان قد شيد قبر تزممارت فوق أرض صحراء المغرب، أود أن أحيطك بأنه هنا تزممارت جديد الآن تحت الأرض، يبعد عن العاصمة الرباط حوالي 30 كيلومترا بمدينة تسمى عين العودة، هذه تبعد عن مدينة تمارا حوالي 25 كيلومترا، وأكد معظم المعتقلين الأجانب المتهمين في الإرهاب بالإرهاب أنهم قد عذبوا الذين جاءوا من الولايات المتحدة وغيرها. ومن المعروف أن المغرب ومصر وسوريا والأردن ضالعة في تعذيب المتهمين الذين كانوا في تزممارت، حيث عذبوا في هذه الدول خدمة للمخابرات الأمريكية، كما أشارت واشنطن بوست ونيويورك تايمز وكثير من المصادر. كان هناك رجل مغربي سجل نفسه في التاريخ اسمه محمد بن سعيد آية إدر، كان عضوا في البرلمان حينما وقف في العام 1990 وتحدى الجميع وتحدث عن تزممارت. السؤال هنا: ألا يوجد في البرلمان المغربي الآن محمد بن سعيد آية إدر جديد ليفتح هذا الملف عن تزممارت الجديد الموجود في المغرب؟ فالحقيقة أن معلوماتي جد يعني ضئيلة فيما يتعلق في بهذا المعتقل الجديد. كل ما أعرفه أن ما أثرته الصحف حول معتقل تمارا الذي أصبح يعرفه الآن الخاص والعام، أما هذا المعتقل فأنا لا أعرفه. هو تمارا هذا يعني تمارا. يبعد عن مدينة تمارا 25 كيلومترا. نعم. وذكر لي مواقع على جوجل حوالي 4-5 مواقع بتدل على الموقع والمكان وتفصيلات. نعم. عنه إن كان هذا صحيحا. نعم. فيعني إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أنا لا أدري. نعم. صحتها، ولكن إذا كانت صحيحة فهي بحاجة. أيضا كان ينكر وجود تزممارت قبل. نعم. إلى العام 90 كان. نعم. ينكر وجود تزممارت. نعم. نعم. بعد 17 عاما من وجوده. نعم. ومع ذلك لا يعلم هل هذا المعتقل موجود أم لا. أسئلة كثيرة من التي جاءت أيضا تسأل عن موضوع مهم ربما لم نتعرض له في الشهادة، نسمة مثلا من المغرب وغيرها كثيرون، لكن سؤالها تقول: ذكر السيد المرزوقي أن كل من الكونوليل محمد أعباب والمساعد الأول عقة ومزيرك وكذا عبد العزيز أعباب كانوا مع باقي الضباط أثناء المحاكمة العسكرية وكذا في سجن القنيطرة، لكنه لم يشر إلى أنهم كانوا معهم في تزممارت. ما الذي حل بهؤلاء؟ في ليلة 7 أغسطس 1973 نقلنا جميعا من السجن المركزي بالقنيطرة إلى تزممارت. سجن تزممارت يشتمل على 58 زنزانة ونحن كنا 62، فالأربعة يعني أقصد بهم العقيد محمد عبابو والنقيب محمد الشلاط والمرشح أحمد مزيرق والمساعد الأول عقا يعني قاموا تنقلوا معنا إلى تزممارت. نعم. وبعد ذلك أرجعوا إلى الرباط. فعلمت فيما بعد أنهم سجنوا في معتقل سري يسمى PF3 أو النقطة الثابتة رقم 3، وطبعا كتب عنهم وحدثونا عنهم خصوصا في العمارة في العنبر الثاني. نعم. الإخوان بوريكات كانوا مع الإخوان بوريكات. هؤلاء الأربعة إضافة إلى الإخوة بوريكات قاموا بمحاولة فرار، فروا من المعتقل، هربوا. نعم. ويقال بأنهم سهلوا لهم يعني أوعزوا لهم بالفرار، سهلوا لهم هذا الفرار لحاجة في نفس يعقوب على حسب ما حكى لنا الإخوان بوريكات. هذا نظام يتم في بعض السجون أن يسمح للفرار لشخص حتى يتم التخلص منه؟ لا، أنا طبعا ده على الإخوان بوريكات حسب. نعم. ما قال الإخوان بوريكات أنهم فروا
وثم ألقي عليهم القبض وأعدموا. 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 بمعية وكان معهم يعني رجل أمن يسمى مولاي أحمد فاخيم، يقال أنه أتهم بتسهيل الفرار لهم. أما عقا فقد استطاع أن يفر، ويقال أنه جند فوج بأكمله من أجل البحث عنه إلى أن أعدم في غابة أقول معمورة أو شيء من هذا القبيل. مجلة نيشان في عدد 3/9 إبريل 2009 كان موضوعها الرئيسي. طبعا كل صحف المغرب في الفترة الماضية كنت أنت وشهادتك الموضوع الرئيسي في كثير منها. الغلاف والموضوع كان عن أعبابه، وذكروا مصير أعبابه الشقيق والشريك، وقالوا أنه في منتصف يوليو 75 وقعت محاولة فرار من معتقل سري في الرباط، شارك فيها القنيل محمد أعباب ورفاقه النقيب الشلاط والملازمين المرشحين عقا ومزيرك والحسين المنزوي والإخوان المنوزي والإخوة بوركات، وكانت هذه آخر مرة يسمع فيها شيء ملموس عن أعبابه ورفاقه الثلاثة والحسين المنوزي. يعني هذه رواية ربما أيضا تشير إلى هذا. وطبعا جيل بيرو في كتابه صديقنا الملك أشار إلى شيء من هذه النهاية، لأن هي شغلت الناس. أيضا أسئلة كثيرة جاءتني حول موضوع مهم يبدو أني دائما أنا حينما أخرج أعود، ولكن خرجت ولم أعد معك في هذا الموضوع، وهو التفتيش الذي وقع في الزنازين في العام 82. جاءتني عشرات الأسئلة. نعم. قالوا ما تركت المرزوق. نعم. يكمل. نعم. ماذا حدث في العام 82؟ في سنة 1982 استطاع النقيب عبد اللطيف بالكبير أن يربط الاتصال بأسرته. ولم يكن الوحيد، كان طالب هنالك رائد صالح الشاد. المهم النقيب عبد اللطيف بالكبير أراد أن يكون ديمقراطيا إلى يعني أبعد الحدود، فاستجلب من الخارج كتيب فيه دعوات قرآنية وأحاديث نبوية ومجلة عراقية، مجلة متخصصة في الأدب. نعم. وطلب من الجميع، طلب من كل يعني أسير أن يقرأ الكتابين والمجلتين ويسلمهما إلى من يليه. نعم. وهكذا إلى أن وصلت المجلة إلى الزنزانة رقم 25، وكان يسكنها سجينان، الأول هو الملازم محمد المجاهد. هذا باستثناء كل زنزانة كان فيها. نعم. واحد إلا هذه فقط. لا ليس إلا هذه. فبعدما جاء الإخوة بوريكات إلى العنبر الثاني نقلوا البعض ووضعوا أسيرين في زنزانة واحدة. وكان الأخ محمد المجاهد في الزنزانة رقم 25، كان معه الملازم عبد السلام حيفي، المرحوم عبد السلام حيفي. عبد السلام حيفي هذا كان فاقدا لعقله تماما. بعضكم فقد عقله. نعم. عقله. نعم. في السجن. المرحوم عبد السلام حيفي أراد أن يسلم إحدى المجلتين إلى أن رقم 26 وهو ميمو الفاغوري، المرحوم ميمو الفاغوري الذي تحدثنا عنه الذي انتحر. نعم. ميمو الفاغوري كان كذلك فاقدا لعقله، فلما أراد أن يسلم له المجلة سلمها له أمام أنظار الحراس. رئيس الحراس المسمى بندريس. وهكذا أخذ بندريس المجلة، و حاولنا جهد المستطاع، توسلنا إليه ألا يخبر المدير بهذا، ولكنه ماذا فعل؟ اعتقدنا أنه اقتنع، ولكنه رجع بمعية حراس آخرين وفتشونا. وكان التفتيشا بالنسبة لنا تفتيشا تاريخيا وفظيعا، أخذوا لنا كل شيء حتى خشاش الأرض الذي كنا نجمعه لكي ننام عليه، أخذوا لنا كل شيء. وأخرجوا ذلك إلى ساحة السجن وأحرقوه. وأخبروا المدير، ثم قاموا بتفتيش ثاني. المهم أنهم جردونا من كل شيء، أعادونا إلى نقطة الصفر.
بعد كل الأشياء التي قمتم بها من أجل التعايش مع هذا الوضع الرديء؟ لما أخذوا منا كل شيء طبعا كان طبعا بقينا وجه لوجه أمام الموت، وكنا على طبعا كان يفصلنا عن الشتاء بضعة شهور. وفي هذه السنة توفي 8 زوجنا من البرد من البرد. كانت سنة فظيعة جدا، وتساقط الأسرى تباعا الواحد تلو الآخر. هذا ما سأل عنه كثير من المشاهدين. وأيضا هو يستحق. هذا أحد حراسك في فترة من الفترات اسمه سعيد، وقال أنا أول حارس كان يتكلم مع المرزوقي في السجن المركزي في القنيطرة، وسبب ترك رقم هاتفه كشكل إنساني يريدك أن تتواصل معه. سأعطيه لك. كثيرون يسألون عن كتابك، ما عنوان كتابك وما اسم الناشر حتى يحصلوا عليه؟ وهناك أكثر من كتاب كتب عن تاز ممرت. محمد الرئيس كتب كتاب عن تاز ممرت منشور باللغة العربية، وأنت وبالفرنسية وأنت زنزانة رقم 10. نعم، تاز ممرت الزنزانة رقم 10. والرائد صالح حشاد الذي يدلي بشهادته الآن أيضا كتب كتاب قبازال، بس باللغة الفرنسية. قبازال بالفرنسية للأسف غير مترجم. أنا ترجمته ترجمة خاصة لي حتى أرتب الشهادة معه. وأنا يعني أود أن أشير إلى نقطة هامة هنا فيما يتعلق بشهادة الرائد صالح حشاد. كون البعض يقول أنت تركز على المغرب وشهادتين متتاليتين حول محاولتي الانقلاب، حينما درست هذه الفترة التاريخية وجدت أنه لا يمكن أن نتحدث عن محاولة انقلاب السخيرات دون أن نتحدث عن محاولة انقلاب أفقير التي تلتها بعام، لأن هناك روابط كثيرة بين المحاولتين سوف تظهر في شهادة الطيار صالح حشاد رئيس سرب الطائرات التي قصفت طائرة الحسن الثاني. ولدرجة أنني حينما سجلت مع أحمد المرزوقي شهادته بقيت أنتظر صالح حشاد حتى يتعافى من عملية جراحية أجراها في القلب لمدة عام ونصف تقريبا حتى أبث الشهادتين متتابعتين بسبب الروابط الوثيقة بين الشهادتين، وأنه إذا وضعت فارقا بينهما سوف تنسي الأمور بعضها بعضا. ولذلك تركت حلقات المرزوقي عاما كاملا وربما أكثر بعدما سجلتها، حتى انتهيت من تسجيل حلقات صالح حشاد، وهذا هو السبب الذي جعلنا نبث الحلقات متتابعة، هو أنها مترابطة وهناك رباط وثيق بين ما حدث في محاولة انقلاب أفقير وما حدث في محاولة انقلاب السخيرات التي تحدث عنها الضابط أحمد مرزوق. هذه معلومة مهمة فقط أحببت أن أنوه لها حتى لا تفهم الأمور بأنها مقصودة. سؤال هنا من عبد بن ستة يقول في الحلقة الثانية ذكرت أنه بعد وصول قافلة المشاركين في محاولة انقلاب الصخيرات إلى بقنادل وجدت 5 أشخاص، ذكرت أن من بينهم الكولونيل القادري. سؤال، كيف خرج هذا الشخص من محاولة الانقلاب هذه قويا، حيث نعرف أنه تبوأ مكانة مهمة في المشهد السياسي المغربي في السنوات التي تلت العملية؟ عندك معلومات؟ معلوماتي ضئيلة جدا، كل ما أعرف وهو أن حسب ما قيل في مجالات وفي مجلات عديدة وفي صحف، وأن الكولونيل القادري بمعية الآخرين كان قد استدرج إلى بوخنادل، وأنه لم يكن على علم بنية العقيد أحبابه. هذا كل ما أعرف. هناك حملة عليك، يعني أنا دائما أبرز الرأي والرأي الآخر. معظم آلاف الصفحات هذه، مئات الصفحات هذه فيها نوع من التعاطف معك، الإشادة بالشهادة، النوع من الانبهار من المشاهدين، نوع من سأتعرض لبعضها. ولكن عصام الزيري من المغرب يقول هؤلاء الناس شاركوا في انقلاب أدى إلى قتل 100 ضحية من السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين والسفراء، وحاولوا تصفية الملك وزعزعة الاستقرار الداخلي للمغرب. لو كان أحدهم مكان الملك ماذا كان سيفعل؟ ماذا كنتم تتوقعون أن يحصل لمن حاولوا قتل الملك والانقضاض على ملكه ونقضوا القسم بالوفاء وطاعة الملك الذي أدوه قبل التخرج؟ هل يصفق لهم ويطبل ويفرش لهم الأرض ورودا؟ تصوروا لو أمسكت هذه الشرذمة الحكم ماذا كان يمكن أن يحدث للمغرب والمغاربة الأحرار؟
لا نريد أن يحكمنا جنرالات قلوبها قاسية. انظروا من الذي يعذب الطلبة الجامعيين، انظروا للرشاوى من يتقاضاها أخيرا. هل كان سيسمح الحكام الجنرالات أن يحكي عنهم هذا المعتقل ما حدث له؟ وهل كان سيسمح لك أنت يا أحمد منصور أن تدير مثل هذا الحوار من المغرب؟ اسألوا أحمد منصور عما جرى له في بلده مصر من ضرب وتنكيل كسرت نظارته بسبب تغطيته الأحداث في مصر. هذا عصام ينتقدني أنا وأنت، ولكن يقول أنتم تستحقون ما حدث لكم لأنكم كنتم ستجرون هذه البلاد إلى مصير أسوأ. طيب، هذا مجال لكي أجيب على يعني جمعية ضحايا الصغيرات. سأجمع نقطتين في نقطة واحدة. في البلد كانت هنالك عدالة، والكل يعلم أن المؤهل لإصدار الأحكام علينا هي المحكمة. نحن قدمنا إلى المحاكمة ونحن أبناء الشعب. لم يكن وراءنا لا أحزاب سياسية ولا مجتمع مدني ولا منظمات ولا لا شيء. نحن أبناء الشعب كنا في موقع ضعف كبير، وهذه المحكمة قبل أن نقدم إلى المحاكمة طبعا استفاضت المحكمة في البحث والتقصي وفي مواجهات المتهمين بعضهم ببعض. فقلت وأؤكد أنه من الوهلة الأولى تبين لهم أن الضباط الصغار، طبعا لا أتكلم عن ضباط الصف والتلاميذ، أن الضباط الصغار لم يكونوا على علم بما سيحدث. هذا واضح جدا وتبين للمحكمة منذ الوهلة الأولى، مما يفسر الأحكام التي أصدرت في حقنا. إذن المحكمة هي الوحيدة المؤهلة بإصدار الأحكام. لو تركنا الحبل على الغارب لكل واحد، ولو تركنا المجال مفتوحا لكل أحد ليصير أحكاما لوقعت الفوضى. المهم، هذه لما قدمنا إلى المحكمة، وأقول لك بكل صدق، لو في تلك اللحظة أرادت المحكمة أن تحكم علينا بالإعدام وأن تجعل منا عصيرا للطماطم لفعلت، بدون أن يستطيع أي مغربي أن يرفع أصبعه. هذا معروف، المحكمة حكمت، هي المؤهلة لإصدار يعني أنت الحكمة. تريد أن تقول الآن أنكم حكم عليكم بالسجن. نعم. أما تزمامارت فلم يحكم عليكم أن توضعوا في هذا الوقت. سأصل إلى هذا. يعني أنا عايزينك تصل بسرعة. نعم. عندي ألف سؤال أو أكثر. أصدرت الأحكام ولم تنفذ أمام الرأي العام الدولي والوطني، ولكن رغم كل هذا خطفنا وأرسلنا إلى قبور رهيبة لم نرى فيها ولو بصيصا للضوء طيلة أزيد من 18 سنة. إذن أنا أعترف وأقول بأن ضحايا الصخيرات هم ضحايا، ما في ذلك أدنى شك، وأنا أتفهمهم وأتعاطف معهم، ولكن نحن كذلك ضحايا. المسؤولون أعدموا ويكفي. حكمت النظام، حكم على المسؤولين بالإعدام. أما البياضق، وأقولها بكل صراحة بدون، لأن هنالك من يقول أنا أريد أن أصعد إلى مصاف الجنرالات وهذا خطأ، نحن أعدمنا في تزمامارت عشرات المرات في كل يوم وفي كل ليلة. ألا يكفي هذا؟ انتقاد لي أنا. نعم. إلى أحمدهم، هو كتب إلى أحمدهم وأحمدنا، أحمدهم اللي هو أنا وأحمدهم أحمد المغاربة اللي هو أنت. كان الأولى بك أن تبكي على فظائع سجن لمن ترى في بلدك. أريد أن أنبهك إلى أن ملامحك لا تنم عن صدق كما تجعل منك ثقيلا على النفس، علي أنا. أما أحمدنا عليك أنت. ماذا كنت لتفعل لو كنت مكان فقيدنا المرحوم الحسن الثاني، مؤتمن على مصير العباد والبلاد؟ كما أذكرك والجميع بأن الملكية هي خيار المغاربة الأخيار منذ ما يزيد على 13 قرنا. هنا أيضا سؤال من محمد يقول لك: هل كان يمكن أن يترك المغرب لشخص بهذه العجرفة وهذه الكراهية مثل عبابه ليقوده؟ أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. نعود إليكم
بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار حول ردود الأفعال فيما ورد على شهادة الضابط أحمد المرزوقي أحد المشاركين في محاولة انقلاب الصخيرات التي وقعت ضد ملك المغرب الراحل الحسن الثاني عام 1971. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود من العاصمة المغربية الرباط. ضيفنا الضابط أحمد المرزوقي، حيث نتابع ردود الأفعال فيما ورد خلال الأسابيع التسعة الماضية حول شهادته على محاولة انقلاب الصخيرات وسجن تازما مارت الرهيب. ما ردك على هذا الانتقاد؟ ماذا لو قدر الإعباب أن ينجح في هذا الانقلاب وأن يكون هو رئيسا للمغرب ليس أنا ملكا؟ لا أعلم الغيب. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. أنا لا أعلم ماذا كان سيجري. طبعا هذا سؤال يمكنني أن أجيب عنه. بعض المشاهدين، منتج شبكي من الرباط، فضل. مساء الخير. أنا منتج شبكي من الرباط، بنت المحامي عمر شبكي. كان الكاتب العام للحزب الحركة الوطنية الشعبية. من سوء حظي أني فقدت والدتي وأنا عمري 5 شهور. وبسببكم أنت يا مرزوقي أني فقدت أبي وأنا عمري 12 شهر، لا يتعدى سنة واحدة. فصارت منى الشبوكي تدافعها الأمواج. أنت صرحت بعد خروجك من السجن حول معاناتك، وأنا أقول لك أني لازلت سجينة منذ 38 سنة بسبب جنايتك. أبكي ليلا ونهارا وليس لدي أي سكن أو عنوان أو مدخول شهري. دمرت حياتي. أنت بكيت الناس دموع، لكن أنا لو قصصت قصتي وحياتي التي عشتها لباك الناس بالدم. سأتعرض للتشرد أنا وأولادي في أيام قليلة. عشت مأساة كبيرة ولازلت أعيشها. أنا أقول لك لولا تصريحاتكم وعدم إنصافكم لنا لما تدخلت. أنا أريد أن أسألك عن شيء. ما هو الأثر الذي أدت به شهادة السيد أحمد المرزوقي في هذه المأساة التي تتحدثين عنها؟ نبشت جراحي. أنا أعاني منذ 8 سنة. هو دخل السجن، أنا لازلت في هذا السجن. هو خرج وأنصفوا. أنا لم ينصفني أحد، لكن الله سينصفني. يمكن أنا الحكومة والناس. أنت والدك قتل في تازما مارت، في الصخيرات. أولي في الصخيرات. طيب، قتل 100 شخص في الصخيرات، والذين قاموا بانقلاب الصخيرات من كبار الضباط تم إعدامهم جميعا، والآخرين أخذوا سنوات من السجن أيضا وعوقبوا كما عاقبتهم المحكمة كما قال السيد أحمد المرزوقي. وكان هناك عقاب إضافي إلى هؤلاء أنهم وضعوا 58 ضابطا أو 60 ضابطا وضعوا في حالة غير آدمية، فمات منهم 30 بالموت البطيء، ونجا بعض هؤلاء وتحدثوا عن هذه المأساة. ما أثر هذه المأساة؟ يعني هم عاشوا مأساة وأنت عشت مأساة. ما هي مسؤولية هؤلاء؟ أنا كنت أفضل أن أموت أن أردم ولا أعيش ما عشته قبل، ولا أعرف ماذا ينتظرني بكرة أنا وأولادي. من سيوصفني؟ وأنا أقول لكم طيب. أنه يمكن سامحته وأنصفته، لكن الله لن يسامحه. هو والقتلة منهم القتلة. أشكرك. أنت الآن هي تعبر عن حالة
المئة شخص الذين قتلوا في السخيرات، وتحملك أنت وزملائك الذين قمت بهذه الأمور المسؤولية عن الحالة التعيسة التي عاشوها، عاشت حياتها دون أب وأنتم قتلتم أباها. أنا أتفهم موقفها. طبعا هنالك من فقدوا أحبابهم، هنالك من فقدوا ذويهم، ولكن كذلك نحن فقدنا ما يزيد على 100 طالب في السخيرات. هؤلاء لم يتكلم عنهم أحد. فقدنا مثل هذا العدد في الإذاعة والتلفزة من الطلبة، لم يتكلم عنهم أحد. نحن طبعا أنتم معتدين. لا، نحن جئنا في مهمة عسكرية، ينبغي أن يفهموا ما هي المهمة العسكرية. ما هي المهمة العسكرية؟ المهمة العسكرية هي أن تنفذ مهمة بالنسبة إلينا كانت واضحة. لو كان عندنا سبق إصرار بالنسبة طبعاً إليكم لم تكن واضحة ولا طبعاً كانت واضحة؟ طبعا أصل أنت قلت كانت واضحة. لا، المهمة كانت واضحة وهي المناورة في بن سليمان. هذا كنا نفعله كل نهاية في نهاية كل سنة. نحن طبعا أنا أتفهم هذه السيدة، أنا أعرف، أتوصلت بكثير من المعلومات بأن ضحايا الصخيرات حسب ما قيل لي بأن الأكابر عبضوا وأرسل أبناؤهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى فرنسا، أما الأصاغر فهم يعيشون حياة مأساوية. هم تقدموا بطلبات وينبغي أن تلبى هذه الطلبات. أما نحن، أنا فيما يتعلق بي، أنا السيدة تجمع الكل في سلة واحدة، أنا أقولها أمام الله، أشهد الله وأشهد ملائكته وأشهد خلقه بأن ذمتي بريئة من أي قطرة دم. لأن ودليلي على هذا هو أنني لم أقتل تحت أمر، أنا لم أقتل، وتظاهرت بأن رشاشتي فيها عطب وكنت سأؤدي ذلك بحياتي. فكيف لمن لم يقتل تحت الأمر أن يقتل بدون أمر؟ هذه من جهة. كيف لمن جاء بسبق إصرار ليقتل الناس أن ينجي طفلا تبين في بعد أنه أمير؟ كيف لمن جاء أن يقتل بسبق إصرار وهو طبعا مزود بالخراطيش وبالقنابل إلى غير ذلك، وكنا ما يفوق 1300 جندي، لو أطلق كل واحد منا رصاصة واحدة، أقول واحدة، كم سيكون عدد الضحايا؟ ولهذا فأقولها وأكررها، هنالك الكثير من الضباط وضباط الصف وحتى التلاميذ سهلوا الفرار لكثير من الناس، لم يطبقوا الأوامر كما هي. وفوق كل هذا طبعا أنا أتفهم السيدة، هنالك غبن بالنسبة للأصاغر. يعني تريد أن تقول أنكم أنتم وهم كنتم ضحايا للنظام؟ كنا ضحايا فقط. نحن جئنا لمناورة وكنا ننتظر العطلة الصيفية، فإذا بنا نجد مع ذلك الأمين الإدريس الرياحي يقول لك كإنسان أتضامن معك، لكن كمغربي لا أستطيع أن أنافقك يا سيد أحمد، فقد ارتكبت كبيرة بأن شاركت في تهديد سلامتي وأمن البلاد، والقانون لا يحمي المغفل كما يقول هو. معي كثير من الناس. عبد اللطيف وهبي المحامي من الرباط، تفضل يا أستاذ عبد اللطيف. شكرا أخ أحمد، تحياتي للمرزوقي الذي لديه علاقة خاصة كصديق. تتبعت هذه الشهادة التي ألمتني، لأن تاريخ الستينات والسبعينات كان تاريخ انقلابات في العالم العربي، وكان طبيعي باختصار لأن عندي كثير من المشاهدين وأريد أن أعطي المجال، أرجوك مباشرة قل ما عندك. أوكي، فما وقع في الصخيرات كان في الحقيقة جريمة على مستويين، الانقلاب في حد ذاته جريمة، وكيف تم التعامل مع الانقلابيين كان جريمة أفضع. تزممرت مسألة مخجلة لتاريخ المغرب، ويعتبر بحق بوجهة نظر القانونيين جريمة في حد ذاتها، وينطبق عليها مقتضيات القانون الجنائي من 228 221 224 إلى 234. أي وضع ماشي تحكم فيها وخلصت خارج القانون، واعتقاله في مؤسسة غير قانونية، وحرمانه من الحقوق بحد أدنى، الحق في الضوء، الحق في النور، الحق في الحياة، الحق في أشياء كثيرة. لذلك نحن نعتبر أن تزمن مرت جريمة،
وكان موقف المحامين المغاربة كانت في مؤتمر أبعد لأول مرة أصدر بيان لإدارة التزمامات. وبحد الآن أنا أعتقد بأن عدم الاهتمام بموضوع تزمامات يعتبر جريمة ثانية، لأنها جريمة سياسية داخل هذا الوطن. أما الطرف الآخر الذي يعتبر نفسه متضررا فهذا موضوع آخر يمكن أن نناقشه بشكل آخر، ولكنني أعتقد أن تزمامات في حالة لا يجب أن تتكرر في تاريخ المغرب. الدولة لا تنتقم من الأشخاص الذين يرتكبون أفعال خارج القانون. الدولة تعاقب، الدولة تعيد الإدماج إلى غير ذلك. لذلك أعتقد بأن شهادة المرزوقي يجب أن تسجل كحالة إنسانية أو منتلتة كحالة قانونية مخالفة للقانون، وأنه إذا كان من الضروري الاعتبار. شكرا لك، شكرا جزيلا، شكرا لك. لديك تعليق؟ لا قلق كل شيء. عندي مشاهد من الإمارات، من؟ حمودي محمد من الإمارات، تفضل يا حمودي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء النور الأحمدين. مساك الله بالنور يا الله يعطيك العافية. بغيت أسأل الأخ أحمد المرزوقي سؤالين بس. السؤال الأول هو يقول منذ 18 عاما لم نرى النور، كيف كنتم تقرأون المجلات المكتوبة بكتابة دقيقة جدا؟ السؤال الثاني، كيف كنتم تصلون؟ من أخبركم بدخول الوقت؟ كيف كنتم تصومون؟ من أخبركم بوقت الإفطار وقت السحور؟ وهل تغيرت الوجبات في رمضان أم بقيت على حالها؟ شكرا لك. السؤال الثاني انت اجبت عليه في الحلقات، يمكن ان يعود له. وكثير من المشاهدين يسالون عن امكانيه الرجوع الى الحلقات. الحلقات بالكامل موجوده على موقع الجزيره على اليوتيوب لمن فاتته اي حلقه او يريد ان يشاهدها مره اخرى. ايضا الحلقات موجوده على موقع الجزيره www.aljazeera.net، البرامج المسجله شاهد على العصر، سيجد كل الحلقات صوتا ونصا أيضا لمن أراد أن يرجع إليها. وهو أجاب عن هذا، لكن السؤال الخاص بأنكم كيف قلت أنكم لم تروا النور قبل طوال 18 عاما وكنتم تستطيعون قراءة المجلات؟ هذا مفسر في الكتاب، في كتابي وفي كتاب الأخ محمد الرئيس وكتاب حشاد إلى غير ذلك والوفي. طبعا احنا عشنا مراحل كما عشت الإنسانية من العصر الحجري ونحن ننتقل إلى في كانت هنالك أول اكتشاف قام به كل من الحشاء والملازم مبارك الطويل، وأنهم استطاعوا أن يدخلوا إلى الزنزانة مرآة صغيرة فوضعوها في ورق مقوى وأخرجوها من ثقب السطح وأخذوا يعني يحاولون إدخال الضوء إلى الزنزانة من خلاله، انعكس الضوء في 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 المرآة وأدخل وعكس على أرضية الزنزانة، وبهذا استطعنا أن نسرق رقعة صغيرة من الضوء. أندرو روبيا من المغرب، أندرو انقطع الاتصال مع أندرو. نور الدين أحمد من المغرب، نور الدين، نور الدين تسمعنا يا نور الدين؟ السلام عليكم. فاطمة الزهراء منشدي تقول لك أتمنى علي أنا أن أسألك هذا السؤال المباشر، هل تسامح الحسن الثاني رغم كل ما أجرمه في حقك وحق زملائك؟ أنا قلتها وكررتها وأعدتها، أنا لكي أستطيع أن أعيش حياة سليمة لا أرجع إلى الماضي أبدا و يعني بعقيدتي وبإيماني بالله سبحانه وتعالى أعتقد وأؤمن بأن كل ما حصل لي كان قدرا مقدورا. فإذا ما تماديت في البحث وفي الحقد إلى غير ذلك فسوف لن أعيش حياة سعيدة أبدا، أترك الكل لله سبحانه وتعالى وكفى. أنا أود أن أنبه كثير من الذين يسألون عن بعض التفاصيل في تزمامارت أن الرائد حشاد في جزء من الشهادة بشهادة مختلفة تماما عن شهادتك، سيتحدث عن جزء آخر من تزمامارت. وهو كان مخترعا في تزمامارت، يتحدث كيف استطاع من خلال اختراعاته أن ييسر لكم الحياة أيضا في تزمامارت في القسم الثاني. محمد دبي يقول أنا ابن أخ أحد السجناء في تزمامارت، كانت الأسرة تتابع، علمنا من خلال الجزيرة أنه مات في زنزانته. هو رسالته بالإنجليزية،
هل تعلم واحد اسمه سجائي محمد؟ سجائي محمد؟ سجعي محمد. سجعي؟ سجعي محمد. سجعي محمد. تعرف كيف مات؟ يقول لي العائلة طبعاً. تريد أن تعرف طبعاً. كيف مات. سجعي محمد كان من أحب الناس في العنبر الأول، كان مرحا وكان خفيف الظل، وكان يسكن في الزنزانة رقم 7، يعني الزنزانة رقم جاءت في آخر الدهليز، كانت غير مضاءة وغير، كان يصلها يصل الهواء بكمية قليلة جدا. فالأخ السجعي محمد مرض، أصيب بمرض بحمى، وأخذ يهدي، أخذ في الهذيان، وكان أول من سقط في العنبر رقم 1. فلما جاء به لف في لحاف. تذكر سنة؟ في أي سنة؟ في أعتقد 75 75 لف في لحاف، وأخرج إلى الساحة، واعتقدنا بأنه أسعف، ولكنه سرعان ما أعادوه إلى، ورموه هكذا، رموه في الزنزانة، وعرفنا فيما بعد أنه توفي، وكان أول من سقط في الزنزانة رقم 1. عجيب أن أسرة تعرف كيف توفي. نعم. يعني عائلها بعد هذه. نعم. السنوات الطويلة. نعم زين الدين من إسبانيا، سؤالك. طيب سؤالي، الحمد لله على سلامتك سيد مرزوقي. سؤالي هو أني فقدت صديقا لي كان يعمل معي في 1976 في إذاعة إسبانيا من الصحف الصحراء الغربية، فقدته ولم وقيل لي أنه توفي، وبعض المعلومات تقول أنه كان في تاج ممرد، هو من الصحراء الغربية. مثله عليك، هل لديك معلومات أو هل لديك معلومات عن أي صحفي؟ ما اسمه؟ هناك من اسمه محمد محمود الرباني، محمد محمود الرباني، وفقدنا 266. شكرا لك. عندك معلومات؟ لا لا لا، في تاج ممرد كان المعتقلون 58 مع الأفارقة والإخوة البوريكات. أحمد الحلبي من اليونان، سؤالك يا أحمد. مساء الخير. سؤال واحد. مساك الله بالخير يا سيدي. خليك. ماذا كان مشروعكم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في حال كتب لها النجاح؟ وهل هناك أطراف كانت داعمة ونجت من أيدي السلطات؟ وشكرا. شكرا. هل كان عندكم أي مشروع؟ يتكلم كأنني أنا هو الجنرال، أنا كنت مجرد ضابط صغير، أي مشروع؟ دكتور عبد السلام فزازي، الأستاذ في جامعة بن زهر في أغادير في المغرب، كتب يعني رسالة إبداعية. على فكرة أود أن أقول لك أن يعني مئات الرسائل مبهورة ببلاغتك، يعني أنت شخصية عسكرية واللكنة المغربية تغلبت عليها، تحدثت بلغة مليئة بالأدب، أجدت الوصفة وأجدت فبهرت الناس جميعا. كثير من الناس رووا قصص عن البكائيات التي حدثت للعائلات كلها في البيوت حينما أبكيتها. يعني واحد بس أقرأ رسالة من عشرات عبرت عن هذا المض. كنت أتعجل يوم الاثنين من كل أسبوع، كما أنني كنت ألغي مواعيدي وأعمالي في هذا الوقت، وأفرض على عائلتي الصمت وأغلق الباب حتى لا يعكر علي أي زائر الجو. أخي أحمد المرزوقي، لقد أعجبتني طلاقتك وفصاحة لسانك وشدة بيان بلاغتك وقوة ذاكرتك وصلابة معنوياتك ومدى تحكمك في عواطفك. أحمد منصور، أبكيتني كثيرا وكسرت عاطفتي وعاطفة ابنتي البالغة 4 سنوات وهي تكفكف دموعي في إحدى الحلقات ببكائك، وصارت لديها عقدة من البرنامج حتى أصبحت تحرص عليه كل يوم اثنين وتقول لي بابا احذر أن يفوتك البرنامج المخيف الذي يبكيك. هذا الدليمي السالك. في سؤال مهم، سؤال مهم من يقول لك، هل فعلا رفض أحمد حرزاني المسؤول عن حقوق الإنسان في المغرب مادة يد المساعدة في تحمل إجراءات تسليم جثة ودفن رفيقكم السعودي؟ السعودي هذا أنا لقيته معك مرة حينما جمعت. نعم. لي بعض التضمان، توفي قبل، أبلغتني أنه توفي قبل عدة أشهر. نحن أسرة مناضلة دفعنا أخونا أطلس محمد بالحيسة من الغالية من حياتي لقد حكم العدام. هل يعني في رسائل كثيرة جاءتني تتحدث عن الموقف من منظمة حقوق الإنسان التي رأسها حرزاني منكم وعدم دعمكم في شيء أو الوقوف ضدكم حتى؟ باختصار، باختصار شديد، الأخ توفي 3 أصدقاء تباعا، الأخ أحمد الرجالي والأخ والمرحوم
عبد الكريم الشاوي، ثم تابعه الآخر ساكن زنزانة صديقي المرحوم عبد الكريم السعودي. عبد الكريم السعودي توفي في مستشفى الشيخ زايد، ولم يعني لم تجد عائلته، لم تستطع أن تؤدي المبلغ الذي فرض عليهم للعلاج. للعلاج هو 51,000 درهم. أنا شخصيا اضطررت أن أذهب إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ووجدت الحكومة كلها مجتمعة لأنه كان الاحتفال بيوم لا يوجد وقت للقصة، ولكن قل لي باختصار لأن البرنامج انتهى. التقيت بالأخ عبد الحق مصدق الذي اتصل بالأخ أحمد حرزني. حقيقة جاءوا إلى مكناس بغلاف مالي قدره 5,000 درهم وأدوا نصف. شكرا جزيلا لك، أشكر كل الذين كتبوا، أتمنى أن تكون هذه الشهادة قد أماطت اللثام عن بعض ما يحدث في المغرب، وآمل أن تتابعوا الشق الثاني من هذه الفترة في شهادة الرائد صالح حشاد قائد سرب الطائرات التي قصفت طائرة الحسن الثاني في العام 72 بعد عام واحد من محاولة انقلاب الصخيرات. أعتذر الذين لم يسمح الوقت بالحديث عن تعليقاتهم أو آرائهم، شكرا جزيلا لكم، حتى ألقاكم في حلقة قادمة. هذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة المغربية الرباط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.